قد نطلع أشي فهي فتيات. يا إلهي أنت محظوظة. أعلم ذلك، إنه أفضل شيء. ستبدو شفتي جميلتين جدا. يا فتيات أين ذهبتن؟ حقا؟ تنفسي فحسب. أوبس، هذا اللون يناسبك. محاولة جيدة، أنت تعرفين القواعد. المكياج ممنوع. لكن ألا يمكننا التحدث عن الأمر؟ أعتقد أن ذلك رفضا. من الأفضل أن أتفقد مظهري. أو كلا، وجهي بلا مكياج. لكني مستعدة لذلك دائما. أحتفظ بمخزون سري من المكياج لحالات الطوارئ. سأخذ هذا. المكياج ممنوع. هذا ليس عدلا، هذا أسوأ أمر. ما الفائدة إن لم أستطع أن أبدو مذهلة؟ تبدو الحياة خاوية بلا مكياج. مهلا، لقد راودتني فكرة. سأستخدم عبوة سائل لتصحيح هذا. هذا ما أحتاج إليه تماما. سأبدأ بإفراغ السائل من العبوة. سأفرغ العبوة في وعاء. سأستخدم ذلك لاحقا. والآن سأنظف العبوة. وسأحضر ملمع شفاهي المفضل. سأستخدم ماسة لإخراج ملمع الشفاه من الأنبوب. إنه يجعل الأمور أسهل. لا أريد صنع فوضى. والآن سأضعه في عبوة سائل التصحيح. سأملأها إلى أعلاها. سيفي هذا بالغرض. وسأستبدل الغطاء. أنا ذكية جدا. وستبدو شفتي رائعتين. أجل، يمنحني هذا شعورا أفضل بكثير. لقد افتقدت هذا كثيرا. ها؟ ماذا تفعلين؟ واو، أحتاج إليه. خذي هذه النقود. حسنا، انتظر دوركما. شكرا يا آسي. أعطني إياه. أنت الأفضل. وهو، سراني تعامل معكما. أشعر بملل شديد، أحتاج إلى قيلولة. مهلا، ما زلت في الصف. انتهى الوقت، سلموا أوراق اختباركم. لم أنتهي بعد. رسبت تماما في هذا الاختبار. سأحصل على علامة رسوب أخرى. أجل، لا يهم. هيا أسرعوا. رائع، والآن سأصحح الأوراق. بالكاد يمكنني إبقاء عيني مفتوحتين. طفح كيلي من هذا. هذا أكثر إمتاعا. أتضور جوعا. أعلم ما سأفعل. سأطلب طعاما. مرحبا، أيمكنني طلب الطعام؟ واو، يا له من توصيل سريع. إنها وليمة. وكلها لي. المزيد، أريد المزيد. يا إلهي، هذا شهي. يمكنني تناول هذا طوال اليوم. الطعام دسم جدا وفوضوي، وأنا أحبه كثيرا. كان ذلك مذهلا. هذا ليس جيدا. أحتاج إلى تنظيف الدفتر. ربما لن يلاحظوا. أعلم ماذا أفعل. سأبدأ بقطع جزء من الدفتر. وسأحتاج إلى مسدس الغراء. سأضع الغراء على الدفتر وألصق قطعة من اللباد الأخضر بالدفتر. سأبسطها كي لا تتبقى أي طيات. والآن سأضيف اللباد الأبيض والأحمر أيضا. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق قطعة صغيرة من اللباد الأسود على الدفتر وسأرتبها على شكل قوس. يبدو رائعا، أصبح الدفتر جاهزا. مظهر البطيخ أفضل كثيرا من دفتر ممل. ألا يصدر من الصف هنا رائحة برجر؟ حسنا أيها الطلاب، انتبهوا. أوراق الاختبار المصححة هنا. مستوى بشع يا أليكس. ها أنت ذا. هذا ليس دفتري. ماذا يحدث؟ إنه سرنا. مهلا، يمكنني تقبل هذا. شكرا، هذا مذهل. حسنا أيها الطلاب. وهو، هيا نحتفل. هذا ممتع للغاية، أحب الاحتفال. لن أحتفل مجددا. هذا الماء مذهل، لكني أحتاج إلى النوم. لماذا صوت الجرس عال جدا؟ لننطلق. هل علينا ذلك؟ هل سهرتن لوقت طويل ليلة أمس يا فتيات؟ وفي ليلة مدرسية. هل لدينا اختبار؟ آمل أنكن ذاكرتن يا فتيات. هذا اختبار صعب، حظا موافقا. شكرا، أحتاج فعلا إلى الحظ الطيب. لا فكرة لدي عما أفعل. مهلا، أيمكنني؟ أحب التكنولوجيا. كلا، المعلمة قادمة. هذا سهل جدا. الهواتف ممنوعة في الصف. أعطني إياه. سأواصل مراقبتك. أحتاج إلى إخفاء هاتفي. هل يزداد الجو حرارة هنا؟ مهلا، لدي خطة ماكرة.
سأستخدم هذا الشريط اللاصق. سأضع قطعة من الشريط اللاصق على بنطال الجينز، وسأضع بعض القطع على هاتفي. سألصق هاتفي بالقطعة الوسطى من الشريط اللاصق، والآن يمكننا إخفاؤه بهذه القطعة من قماش الجينز. يمكنني إخفاؤه حين تقترب المعلمة. فكرة مثالية. مهلاً. أوه، من الأفضل أن أغطي هاتفي. سأتصرف بشكل طبيعي. ماذا يحدث هنا؟ اختبار رائع، أحد أفضل الاختبارات. حسناً. لقد صدقت الأمر، وها قد انتهيت. واو، انتهيت من ذلك سريعاً. تنورتك جميلة. ها، ماذا قلتي؟ كيف حدث ذلك؟ محرج جداً، لن أسمح لأحد برؤية هذا. أيمكننا الذهاب إلى المنزل؟ أجل، انتهى الصف، هيا نخرج من هنا. أتودين التسكع لاحقاً؟ حسناً، أعتقد أنه من الأفضل أن أنظف. الأطفال فوضويون للغاية، انظروا، إنهم لا يتعلمون أبداً. حسناً، يبدو هذا جيداً، هذه البقعة هي الأسوأ. عمل جيد آخر. أين هي؟ أعلم أنني تركتها على مكتبي. أهناك خطب ما يا فتاة؟ كان لدي لعبة محشوة على مكتبي، أرأيتها؟ إنها المفضلة لدي. آسف يا فتاة، لا أعرف، والآن علي إنهاء المسح والتنظيف. مهلاً، كيف يعقل لطفل واحد أن يترك هذا المقدار الكبير من القمامة؟ سألقي كل هذا في القمامة، هذا سيعلمهم جزاء فعلتهم. هذه مجرد نفايات. لقد جمعت كل النفايات الموجودة، سألقيها الآن في مكب النفايات. ها نحن ذا. يمكن أن أكون قد وضعتها في مكب النفايات. حسناً، ربما يوجد حل، قد تكون هذه الإسفنجة مفيدة. أتريد مني أن أنظف؟ سأبدأ بتليين بعض الصلصال، وسأستخدم قطعة الزجاج هذه للضغط عليه وجعله مسطحاً، سيجعله هذا متساوي السمك. سأقطع قطعة صغيرة من الإسفنج وسأضعها في منتصف الصلصال، والآن سأطوي الحواف. أريد تغطية الإسفنج بالكامل. سأستخدم قطعة الزجاج مجدداً لأسوي الشكل، سيمنحنا هذا مكعباً جميلاً وناعماً. أجل، حان الوقت لإطلاق العنان لمهاراتي الفنية. سأرسم وجهاً على الصلصال، يجب أن يمتلك ابتسامة عريضة، وسأصنع شخصيات أخرى أيضاً. إنها ناعمة جداً وطرية، هذه لأجلك. واو، هذه الألعاب رائعة. واو، أحببتها، شكراً لك. أوه، لقد أحرجتني، لا داعي للشكر يا فتاة. مهلاً، لحظة، أرضيتي، أرضيتي الحبيبة النظيفة. يبدو هذا جيداً، حاجباي مثالياً. سأضع قليلاً من ضوء الشفاة. سعيدة لأن لدي الوقت لفعل هذا، أحب صف الفنون، أبدو كتحفة فنية. لن أقول شيئاً نفسه عن لوحة ديفيد. من الأفضل أن أنهي وضع مكياجي. سأختار وضع محدد العيون في شكل جناح. يمكنني وضعه بشكل أفضل. سأحاول وضعه مجدداً. ليس هذا المظهر الذي سعيت للحصول عليه. لماذا هذا صعب جداً؟ ها؟ ماذا تفعل؟ أزيل شريط اللاصق من لوحتي. إنه يمنح تأثيراً رائعاً. تبدو جيدة، صحيح؟ أجل، لقد ألهمتني بفكرة. أحتاج إلى بعض شريط اللاصق فحسب. سيفي هذا بالغرض. سأبدو مذهلة. سأضع شريط اللاصق أسفل أنفي وعلى وجهي، وسأضيف المزيد عند زاويتي عيني. قد يبدو الأمر غريباً، لكن ثقوا بي. أحتاج إلى تلطيف محدد عيوني. يعمل شريط اللاصق كدليل إرشادي، وحين أزيله أحظى بشكل محدد العيون المجنح المثالي. مثير للأعجاب، أليس كذلك؟ وسهل جداً. ديفيد، انظر إلى هنا. واو، يمكنك الحصول على هذه اللوحة. شكراً. هذا ممل جداً. علي فعل الكثير من الأمور، ربما يمكنني أن ألا الاستراحة. سأحظى بقليل من المرح وأقسم عملي اليوم. سأضع الآيباد هنا مباشرة. أحتاج إلى شيء يبقيه مستندا. لن ينجح هذا. هيا، أصبح الأمر مزعجا. أظنني أعلم كيف أصلح هذا. لا استراقة للنظر، انتظروا عندكم لحظة. هذا أفضل، إنه مسند رائع، أفضل كثيراً من تأدية واجبات المدرسية. سأفتح الملف وسأضع بعض الغراء في الزوايا. أريد أن يكون الشكل تقريباً مثل شكل الآيباد. لدي بعض شرائط الأقمشة، سأضغط عليها لتثبت بالغراء. أحتاج إلى التأكد من أنها محكمة، والآن سأضع الآيباد بينها، سيثبت هذا في مكانه. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ أحب هذه القناة. ديفيد، ماذا يحدث؟ من الأفضل أن أخبئ هذا. هذا مثير جدا للاهتمام. يبدو كل شيء على ما يرام. فتى صالح، واصل عملك المتقن. بالتأكيد. والآن ماذا كنت أفعل؟ هذا مضحك جدا.
ها هي نتائجكم في الاختبار. أعلم أنني سأحصل على امتياز. ماذا؟ هل رسبت؟ مستحيل، لا يعقل أنني حصلت على امتياز. واو، أنا الثمن تلك المهووسة. رائع. أوه لا تحزني، يمكنني حل الأمر. ثقي بي، سأقطع جزء ذا تقدير السيء. هل رسبت حقا؟ آسف، لم يكن هناك داعي لذلك. حسنا، والآن سأستبدلها بعلامة امتياز وسألصق الورقة معا بسائل تصحيح. ماذا تفعل؟ انتظري فحسب وسترين. حسنا، انتهيت تماما، تفضلي. ها؟ مهلا، أعدت ذكية مجددا. شكرا ديفيد، فكرة ذكية جدا. مهلا، هذه ورقة الاختبار الخطأ. أعلم ذلك. أعتقد أنني حصلت على امتيازي مجددا. إذن فأنا لست ذكيا فعلا في النهاية، صحيح؟ صحيح. حسنا يا طلاب، من يريد حل هذه المعادلة؟ لا تقدرني. حسنا، نينا. يا ليتني ركزت على الشرح. أبهرينا بذكائك. حسناً، أكره النسب المئوية، لكن لدي حيلة بسيطة. سأضرب الاثنان في ثمانية. 5 × 3 = 15، وآخر جزئية 63. لا تتحقق من الإجابات، إنها صحيحة. هل هذا سحر؟ أظن نفسها ذكية. هل يمكنني العودة لمقعدي؟ أظن أنكما درستما للامتحان، أعمل ذلك. صعبا. تحدثي عن نفسك يا نينا، ما الذي تحاولين فعله؟ يا من بخيلة، أنا مضطرة للاعتماد على نفسي، لا أعرف إجابة أي سؤال. من المتصل؟ إياكم أن تتزحزحوا، مفهوم؟ إنه يغادر الصف، حان وقت الغش. لا أصدق أنه تركنا بلا مراقبة. من حسن حظي أني أرتدي تنورة اليوم. يمكن إزالة هذا الحبر بالصابون. هذا يكفي. أتمنى لو أحضرت معي سترة. تنورتي قصيرة جدا. ماذا سأفعل؟ وجدتها. سأستخدم القليل من المكياج، نفس لون جلدي. إني لا أزال بحاجة لرؤية الإجابات. سأعود لحل الاختبار. حيلة ذكية. وأنا أحبك يا أمي. لا أشك بأي شيء، سأحصل على امتياز بالتأكيد. لا يمكن لأي أحد سواي رؤيتها. ما حاجتي للدراسة بوجود الغش. انتهيت. كان ذلك سريعا يا نينا. تغير الطلاب كثيراً بعد ظهور الهواتف الذكية، والأساتذة هم الضحايا. أجل، حان وقت مصادرة الهواتف. يجب أن أخفي هاتفي. هل تدرسان أنتما الاثنتان؟ أنا على وشك الفوز. أكره هذه المدرسة. كما لو أني أريد القراءة عن التمثيل الضوئي. إن أردت استخدام هاتفك فيجب عليك إخفاؤه بطريقة ماكرة. الحل أمامي مباشرة. ضع هاتفك بالمقلوب واستخدم الغراء الساخن لعمل خط ممتد للأسفل، ثم ألصق قلم تلوين خشبي. ممتاز، كرر العملية مع عدة أقلام تلوين. رائعة، صحيح. عندما ألتقط صوراً بهاتفي الآن لن يشك بي الأستاذ. إنها أقلام تلوين فحسب. يا له من مغفل، هذه حيلة عبقرية جدا. ما أجمل صباح الاختبار. توقفي، هل الإجابات مخبأة في الدفتر؟ أوف، كيف كشفني؟ وداعا أيتها الإجابات العزيزة. كم مرة علي أن أخبرك؟ استمتعي، هؤلاء الطلبة لا يتعلمون أبدا. صباح الخير. دفتري؟
لا يوجد شيء بداخله. أحسنت يا لالي، ابدأي اختبارك. أنا ضائعة بدون أوراق الغش. كل شيء جيد حتى الآن. يبدو أن الأستاذ لم ينظر جيدا لأنه لم يكشف ورقة الغش هذا. ماذا؟ متى لم تخطر لي هذه الفكرة؟ مسطرتي عديمة الفائدة. لالي بنت، هل يمكنني رؤيتها؟ ما عليك سوى رفع الغطاء. ستحتاجين إلى مسطرتين لهذه الحيلة. أحضر ورقة الغش وضع شريطا لاصقا مزدوج الغش. أزل الغلاف عنه حتى يلتصق على المسطرة. تأكد من أن منتصف الورقة يطابق منتصف المسطرتين. شكرا، انتهيت يا أستاذ. المدرسة صعبة، نفهم معاناتك تماما، لهذا سبب أحضرنا لك هذه الحيلة المذهلة لمساعدتك على تيسير يومك. ما أفضل حيلة مدرسية بالنسبة لك؟ أخبرنا في التعليقات أدنى.